واتساب ايفريبادي. المهم شوف اليوم غادي ندير لكم داك الفيديو اللي سولتوني عليه بزاف، الماكله اللي كتواجد فيها البروتينات ورخيصه. غادي نوريكم الوجبات اللي كاين فيهم البروتينات، ولكن واحد الحاجه راه خصكم تعرفوا، واحد الحاجه اللي غتكون ناقصه من هذا الشيء هو الكاليتي. الكاليتي غادي تكون شويه ماشي بحال دوك لي فريش. هذا الشيء علاش خصك تصبر الا كان رخيص، ولكن غادي تصبر على المذاق ديالو. ما عليناش، كاينين جوج البروتينات، كاينين بروتينات نباتيين وكاينين بروتينات حيوانيين. الحيوانيين هما البروتينات اللي كامل فيهم الاحماض الامينيه كاملين، والنباتيين هما اللي فيهم الاحماض الامينيه قلال. كاينين 4 ولا 5 الاحماض الامينيه في دوك ديال النباتيين. المهم حتى هما راه مهمين، ولكن ماشيش مهمين اكثر من ديال الحيوانات. الحيوانات هما اللي فيهم البروتينات كاملين. غادي نمشي لكارفور، معروف كاين في العالم كامل، كاين في المغرب، كاين في فرنسا، كاين في العالم كامل، في العالم كامل. المهم الرخيص وبخير، غيكون شويه ناقص، ماشي بحال داك اللي كيكون طري. طري كيكون مزيان، ولكن راه هاد الحاجه هادي والله ما عرفتها. دابا بغيت نعرف الناس علاش كيديروا علاش. المهم غادي نشوفوا في كارفور، ما نكثر عليكمش من الهضره، نمشي نشوفوا تماك. يلا كيكون غالي واحد شويه، ولكن اللي شريتيه بانه راه مثلج كيكون عاوتاني الثمن ديالو ناقص بزاف. 3 كيلو ديال الدجاج، 3 دجاجات كاينين هنايا، وحده 100 كيلو، 3 كيلو، الثمن ديالها 25 درهم. 25 درهم يعني رخيصه، وكيلو واحد راه يدوز ليك على مده يومين، وعامره بزاف لي بروتين. حتى دوك الرجلين ديالي راه فيهم لي بروتين، ولكن واحد النسبه ديال البروتين قليله واحد شويه. الصدر كيكون عامر اي بروتين، وكتبيع عليه حلال هنا حلال. وهذا عرض مزيان اللي قلت انا 3 كيلو ديال الدجاج 25 درهم اماراتي، يعني راه شي حاجه مزيانه. جيت هنا عاوتاني لقيت واحد الاوفر دايرينو، دايرين 6 دراهم دجاجه كامله محيده منها الجلده، يعني راه شي حاجه مزيانه حتى هي 6 دراهم. 6 دراهم المرتبة الثانية هو البيض. البيض كما كتعرفوا البيض من ارخص البروتينات اللي كاينين حيوانيين واللي كاملين البروتينات. المهم غادي نوريكم ان اللي غالي فيهم هو ديال اورغانيك. بحال هادو ديال اورغانيك كتلقاهم بحال دابا، انا نعطيك مثال، بحال دابا هذا فيه 6 البيضات كيدير 22 درهم، فيه 6 البيضات. هذا فيه 30 بيضة و 14 درهم، يعني كاين واحد ديفرنت كبير. هذا ديال كارفور فيه 14 درهم، يعني البيض من ارخص البروتينات اللي كاينين في السوق غادي تلقاهم. هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هو طن. دابا غادي نشوف ارخص واحد، هذا 5 درهم. غادي نمشي لهاد 5 دراهم، شحال غادي تلقى فيه ديال البروتين؟ كل 100 غرام كتلقى فيها 23 حتى 24 غرام ديال البروتين، يعني من ارخص الحوايج. المرتبه الثالثه هي طن. تقدر تاكلها عاوتاني مع وجبه حيت ساهل، فتح كتخلطو، واخا يكون مع الزيت واخا يكون ديال الماء، تقدر تخوي منه الزيت وتخلطو مع الروز ولا اي حاجه. كاين عاوتاني السردين. السردين بحال هذا لقيتو ب 2 دراهم. غنمشيو لهنايا الطابلو ديالو شحال غادي نلقى فيه، حيت هذا حتى هو راه حيواني كتلقى فيه دابا بحال بروتين. كل 100 غرام فيها 16 غرام ديال البروتين، يعني راه شي حاجه مزيانه وبجوج دراهم. يكون بالزيت ولا باي حاجه، المهم كتخوي منه الزيت
كتاخذ منه البروتين هو السردين. المرتبة الرابعة دانون ولا غريك يوغوت ولا كيسموه زبادي، حتى هما جايين من الحيوانات يعني فيهم البروتينات كامل. نجيو لارخص واحد 3 كيلو 800 غرام اللي فيه ديال اليوغوت. المهم 100% كاو ميلك، يعني 100% جاي من البقر 100%. كل 100 غرام فيها 4 غرام ديال البروتين، يعني راه شي حاجه مزيانه. وواحد البروتين حتى هو اللي مفيد بزاف بالوجبات وقبل ما تنعس عاوتاني. البروتين ديال دانون من اهم الحوايج، هذا فيه تقريبا 4 كيلو عيدوز ديك على المده ب 11 درهم. الحليب حتى هو من احسن الحوايج عاوتاني اللي عامر بالبروتين بزاف. البروتينات اللي كاينين في الحليب تقريبا بحالهم بحال اليوغورت. كل 100 ملي غرام فيها 3 غرام حتى 4 غرام ديال البروتين في الحليب، حتى هو سورس مزيان ديال البروتين بحالو بحال اليوغورت. جبنة القريش هذيك اللي درت عليها فيديو من الارخص الجبن عاوتاني اللي كتقدر تاخذهم قبل ما تنعس هما جبنة القريش. جبنة القريش بالعربية عاوتاني راه كاينه عاوتاني هذه قليلة الدسم. المهم هذه كنشريها ب 10 دراهم، 400 غرام ب 10 دراهم. كل 100 غرام فيها 25 غرام ديال البروتين، وهذه كلها 400 غرام. الا خديتي من هذه 100 غرام وحده كتاخذ 25 غرام ديال البروتين في الجسم ديالك، يعني هذه راه في اربعه الوجبات اللي فيها 25 غرام ديال البروتين، 25 25 25، على اربعه المرات. دابا غادي نمشيو للبروتينات النباتيين ماشي الحيوانيين. هادو البروتينات ما كيكملش البروتين 100%، المهم كتكون نسبة البروتين اللي فيه ناقصين منه شوية الأحماض الأمينية. أول حاجة غادي نبداو فيها هو بينا باتر. بينا باتر من أحسن الحوايج اللي عامرين بالبروتين بزاف واللي زايدين في السعرات الحرارية، من أرخص الحوايج ومحبة بزاف الناس، والمذاق ديالها شي حاجة واعرة واعرة واعرة. داكشي علاش الناس كيفضلوها باش يزيدوا الكمية ديال البروتين ديالها ولكن نباتية. المرتبة الثانية للبروتين النباتي هو فاصوليا الحمراء. فاصوليا الحمراء كما كنعرفوا راه عامر بالبروتين بزاف ومحبوبة من عند الناس. هذه اللي كنشريوها غير بجوج دراهم. كما كتعرف الفاصوليا الحمراء موجودة في جميع الأسواق، يعني راه شي حاجة مزيانة. البروتين اللي فيها 130 غرام ديال الفاصوليا الحمراء كتساوي 10 حتى 9 غرام ديال البروتين، ولكن كتبقى نباتية. كل دوله كتكون فيها واحد السوبر ماركت كيكون فيها هاد الحوايج هادو. المهم هادو هما الحوايج اللي تقدر تشريهم اللي عامرين بالبروتين بزاف. كما شفتوا راه وريتكم النباتيين وريتكم الحيوانيين اللي كيكون فيهم البروتين كامل. بنوريكم واحد الحاجه كنت كنديرها انايا من احسن الحوايج فاش كنت في المغرب. فاش كنت في المغرب كنمشي بحال المرجان ولا كارفور، كل 3 ايام 4 ايام كنمشي نجبع عليه. بعض الخطرات كيكون عندهم تخفيضات بحال الدجاج بحال اللحم بحال دانون بحال الجبن بحال هادو كلهم كتلقاهم بعض الخطر دايرين تخفيضات ولا قربوا يساليو. من الاحسن الحوايج اللي كندير انايا بحال دانون، الا قالوا لك بان راه قرب يسالي ليه التاريخ كنشري منه بزاف، وعارفوا انا بان راه يسالي من هنا لواحد السيمانه ولا من هنا لواحد 5 ايام، ولكن كنديرو في الفريغو. كنخلي في الفريغو كل مره كنهز واحد. المهم كيبقى في الفريغو كتجمد كيبقى دانون هو دانون. والنسبة للبروتين اللي فيه راه هو اللي فيه. ومن الاحسن تلقى شي واحد اللي خدام في السوبر ماركت تهضر معاه، الا كان شي صاحبك ولا شي حاجه تعطيه نمره التليفون، وفاش ما كان شي تخفيض على شي حاجه يتصل بك تجي تشريها ولا شي بحال هكا. تلقى شي طريقه بحال هكا باش تقدر تعاون تروج شويه في داكشي ديالك نتايا، وتلقى ما احسن وتلقى مرخص وباش تطلع بخير وعلى خير. يلا المهم الى عجبتكم الفكره ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب ودير لي لايك وكتب لي شي كومونتير الى عجبتكم هذه الفكره، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تهلاو لي فريوسكم.